صبحهم بالخير. والله يا جماعة الخير كسل كسل كسل، ماني قادر أقوم. أمس في الليل صراحة ما قدرت أنام زي الناس، لأنه كان في هواء والهواء كان مرة قوي قوي بزيادة يعني. بنفس الوقت كان في حيوان هنا ما أدري شو هو، صوته كذا غريب قسم بالله. يمكن من يوم ما حاولت أنام لين ما صحيت، لين قبل طلوع النور يطلع نفس الصوت، فكان مزعج مزعج. طيب يا جماعة الخير، خلاص رتبت الأغراض، شلت كل شيء في الدراجة، الآن بإذن الله تعالى بتجه على الكافيتيريا حقة الكامبينج، أبغى أفطر، أبغى قهوة، وبعد كذا بإذن الله تعالى بكمل طريقي. الكامبينج طلع ما عندهم كافيتيريا لكن عندهم سوبر ماركت، على العموم ما هي مشكلة. طلعت الفطور اللي معي، عندي جبنة كرافت، عندي عسل، عندي قشطة مع العسل، خبز، العصير، وأقرب كافي شوب بيبعد عني تقريبا ربع ساعة، فإن شاء الله إني بأفطر وبعد كذا بتكل الله على الطريق. طيب يا جماعة الخير، بخصوص الرحلة، انه الحالي نسبة خطورة ما نسبة خطورة، ان شاء الله بإذن الله تعالى ما في نسبة خطورة يعني. برضو انا ما اخذ احتياطاتي الصراحة، ليش؟ لانه الاي كلاود حقي مسوي له شير يعني للوكيشن مع 4 اشخاص، فالاربع اشخاص هذول هم اللي يشوفوا فين انا اروح فين انا اجي، متى اخر مرة دخلت يعني، او متى اخر مرة جوالي كان متصل في النت، فجميع الاحداثيات عندهم، لا قدر الله تعطلت اي شيء فيقدر يوصلوا لي بسرعة. وغالبا الاماكن ترى الارياف او الاماكن اللي كذا ما يكون فيها اجرام، ما يكون فيها مشاكل، ما فيها اي شيء، لانه في امريكا دائما المشاكل تكثر في المدن الكبيره، خصوصا داخل المدن يعني داخلها. لكن الباقي لا، باذن الله تعالى ما في الا الصحه والعافيه. وقابلت اصلا كثير مسوين نفس الرحله فقالوا لي ترى ما في شيء، مره بالعكس امان وحتنبسط، والحمد لله. خير، وقفت الدراجة هنا، وصلت لمدينة اسمها بروفورت، فقلت خليني أشوف لي محل بيع كوفي، شايفين في بيتزات، فلا بد إنه في كوفي شوب. وقفت الدراجة هنا، قلت خليني أرتاح شوية، وبنفس الوقت وصلت لمدينة اسمها بروفورت، فخلينا أشوف لي كوفي شوب بأخذ لي الكافي، وبعدها بإذن الله أكمل خلاص. اللي قبل شوية كلهم حريم، 3 جايين من نيويورك سيتي ورحنا على نياجرا فولز، فيقولوا لي كيف الطريق، كان كويس. فعلى العموم هذه المدينة الصغيرة اللي قلت لكم عليها، بروكبورت، فبشوف لي كافي في واحد اعتقد في اللفة هذه على يسار جوا، داون تاونها صغير، الناس فيها لطيفة بصراحة، يرحبون ويحيون وبس. كافي اسمه جافا، على ما اخذت منه لاتي دبل شوت اسبريسو ومويه بارده. جماعه الخير، ودعت المدينه وماشي باتجاه مدينه روشستر. صار لي ماشي اليوم تقريبا 8 مايلز او 7 مايلز من الكامبينج. قدامي مدينه روشستر تبعد عني تقريبا 17 مايلز، فما راح اوقف في مدينه روشستر، راح اكمل ان شاء الله. يعني بقطع اليوم زي أمس تقريبا، يعني ما بتعدى 100، ما بتعدى 90-95 كيلو، أنا أشوف مرة مناسبة، فاستمتعوا. يا جماعة الخير، بخصوص طاقية اللي أنا أخذها، أخذها صراحة حماية من الشمس، لأنه ما أبغى تضرب راسي وتجلس إيش تتعبني. ليش ما أخذت خوذة؟ لأنه في ولاية نيويورك يعني مسموح لك إنك تدرج بدون خوذة، يعني ما أنت مجبور إنك تلبس خوذة، فعشان كذا إيش خليت عنها. بس في حالة إني مريت على أي ولاية ثانية راح اضطر اني اوقف واشتري لي خوذة، علما بعض الولايات والظاهر بنسلفينيا وهايو على طريقي، فهذول الظاهر يعني غير مسموح انك تدرج عندهم بدون خوذة. بخصوص الدراجة، الدراجة من شركة شوين، الدراجة هذه اخذتها تقريبا قبل 2 بالضبط. هايبرد، ايش كمان، الشنطة اللي معايا اللي هي من شركة سنلايت، ووتر بروف ضد الموية، الشنطة الأمامية كذلك من نفس الشركة لكن ما هي ووتر بروف يعني، بس عادي معاي يعني أكياس خاصة فيه. طيب بخصوص بقية الأشياء زي السليبين باك والطراحة اللي معايا، ما أدري إيش تسموها، أي بعض الأدوات ماخذها من ماونتن ويرهاوس، صراحة كانت مفيدة، هاي كانت مفيدة يعني، ما شفت منها اي مشاكل. المشكله كانت في الطراحه نفسها بصراحه، كانت متعبه يعني، امس النايم صراحه مره تعبت، خصوصا انه يعني ابغى مكان، هاي ابغى مكان يعني يكون يعني
ايش اقول لكم، خصوصا الرجول يعني بعد ما تدرج العضلات عندك مره تعبك، فتبي ترتاح. فانا حاطه كاني حاطه على شيء ثقيل يعني، كاني على الارض نايم، فكانت متعبه بصراحه. طيب يا جماعه الخير، الان بتكلم بخصوص الرحله. في 2018 تقريبا لما كنت اقابل احد واقول له والله انا صراحه حلمي اسوي كذا اسوي كذا، يعني صار اللي يقول لي مجنون، اللي يقول لي انت بس كلام، اللي يقول لي ما له داعي يعني هذه مضيعه وقت. طبعا انا لي نظره وهم لهم نظره، عارفين كيف. في مثال يقول الحياه تبدا في نهايه منطقه الراحه الخاصه فيك. الهدف الاساسي اللي خلاني اسوي الرحله اني اخرج من دائره الراحه لغرضين، الغرض الاول اني استمتع، والغرض الثاني اني اكتشف نفسي، اكتشف قدره تحملي، اكتشف ذاتي. اللهم لك الحمد اني شغال على هذا الشيء من امس، خرجت من دائره الراحه. طبعا دراجين. هاي هاو ار يو؟ جود. يا ام جوينج تو البني. وات اباوت يو؟ وير يو ستارت؟ اي ستارتد فروم بافالو. Oh. So we're doing 200 miles. Oh, actually, maybe I will go to New York City. I'm not sure about that. Really? Yeah, but maybe I will change my plan. So far, good weather? Yeah, it's very good. Yeah, we just got a little rain the one night and that was it. Yeah, that was yesterday? Day before, I think? Yeah. Saturday night. Yeah, Saturday night. And also yesterday. Where do you live? Grand Island. What about you? Wanda. Oh, انت واندا؟ Yeah, yeah. Nice to meet you guys. Yeah, same here. اللي قبل شوي كانوا ثلاث اشخاص، رجالين وبنت، جايين من منطقة اسمها سيريكيوز، تبعد تقريبا 200 مايلز. العموم من ضمن المحادثات اللي فتحتها اليوم كان في واحد يقول لي يا اخي ليش ما تصور المحادثة بينك وبينهم لما تقابل اشخاص زي كذا يعني رحالة. طبعا بعض الاوقات ما تقدر انت تصور لانه يرفض، بعض الاوقات ما يديك وجه، بعضهم لا يوقف يعني زي هذا. مو انا اللي وقفت له، على طول اصلا وقف، صار ياخذ يدي معي في الكلام، من فين جاي، فين رايح، انا جاي من كذا وكذا، انت فين تعيش، كيف الطريق قدام، كيف الاجواء، مثلا كان في مطر ما كان في مطر. ف اللي اقدر اسويه بسويه، لكن في بعض الاوقات لا ما يسمحوا لك اصلا انك حتى تتكلم معاهم. وبس الظاهر اللي هنا حي كلهم 6 بيوت 7 بيوت، 1 2 3 4 5 5 بيوت. طبعا مسوي لهم كذا، مضبطين الامور. شوف راح كذا بجنب، فراح امر في مدينه روشستر وباذن الله راح اكمل على طول، ما راح اوقف. طيب يا جماعه الخير، انا وصلت مدينه روشستر، وهذا الطريق اللي انا جيت منه، لكن للاسف الطريق ما له تكمله، فطلعني من فوق على اساس اني امسك الطريق الثاني انزل كذا. الخير وقفت شوي، قلت خليني اريح، خصوصا ركبتي مره صارت تعورني بمعنى الكلمه، فقلت خليني نستمتع في المنظر الحلو هذا. وقفت في المنظر هذا الحلو، منها ارتاح ومنها اريح ركبتي لانها بدات تعورني اليوم، وبنفس الوقت نستمتع شويه في المناظر الحلوه هذه، وان شاء الله باذن الله اكمل على طريقي. شوف المنظر هذا كيف مره جميل بصراحه. العموم الحمد لله انه في نزله هنا. الطلعات مرة تعبتني خصوصا في ركبتي، صار في ألم يعني ما أدري، صار خليني صعب إني أدرج، لكن بإذن الله تعالى لو في أقرب صيدلية بمر عليها آخذ أي شيء يعني مرهم العضلات، آخذ أي شيء للركبة، وبإذن الله بكمل إن شاء الله. بس في طريقة أقدر أتفادى الداون تاون، إنه ما ودي إني أدخل داون تاون بصراحة، خصوصا حق روشستر. الذيبان هذا اللي عليه صار، شوف تحدى البنت. هذا يا طويل العمر يقول لي ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي راح اسوي رحله هو وولده من تاون واندا الى ألبني، نفس الطريق اللي انا باخذها، لكن ما شاء الله عليهم يعني بيدعس الرجال. يعني انا كنت اتوقع اني في اليوم بقطع 60 مايل، لكن متعبه وتاخذ وقت، خصوصا اذا انت طالع يعني تبي تنبسط ما تنفع. فالعموم يعني طمني، قال لي الطريق هذا ما راح يخليك تمر مع الداون تاون، هذا افضل شيء. انا بقد ما اقدر ابغى ابعد من الداون تاون، لانه تعرفون الداون تاون دائما مشاكل. ف الحمد لله على كل حال، لا زالت ركبتي والله فيها الم الى الان، بس انه الدراجه صارت ثقيله كمان يعني بالتدريج، فان شاء الله تنحل الامور. يا جماعه الخير قسما بالله انه المناظر اللي هنا جالسه تشدني، شوفوا كيف
البيوت غالبا اللي تيجي على الكنال واي صراحه مزبطين جلسات، مزبطين يعني، في بعضهم مسوين زي الفريش كذا زي القريه صغيره، يجيبوا حيوانات، يجيبوا اشياء، طبعا حيوانات يعني كيف اقول لكم، يعني هم يجيبوا اشياء كذا يحطوها كانها مدينه الاقزام السبعه وما ادري ايش يسموها. كل واحد ما شاء الله تبارك الله قدام بيته حاجه. العموم كل البيوت اللي شفتها على الكنال واي كل واحد ما شاء الله يتفنن، يعني في بعضهم مسوين قريه صغيره كذا ابو 10 متر، جايبين مجسمات على شكل حيوانات، كاتبين كلام انه السنافر السبعه، والله مثلا ضفدع يتشمس، فان شاء الله باذن الله تعالى نحصل شيء قدام اصور لكم تشوفونه. هذا قريه كذا وقفت اياه على النهر، بصراحه مره حلوه المنطقه جدا جميله. شفت محل سكريم الحمد لله، فبتخليني اخذ لي حاجه جسد برد، فبعدها باذن الله تعالى اريح شويه واكمل. العموم اغلب اللي يسووا رحلات في امريكا اسالهم، خصوصا اللي في محل الدراجات، يعني غالبا يشتغلون اللي يسووا رحلات كذا، فكانوا يقولوا لي يعني ما راح تواجه اي مشكله الا من المراهقين. ففعلا الان وانا ماشي كل ما حتعدى من جنبي يسوي صوت سياره انه تعداني كذا، فالحمد لله انها جت على كذا، خليه يطلع الصوت هذا من لين بكره. لكن انه الاكثر اللي يعني قالوا لي، قالوا انه مثلا بعضهم يعني طفشوك مثلا، خصوصا اذا انت تنام في مكان غير كامبينج، تنام مثلا في الشوارع وكذا، قال يعني يجي يطفشوك، يسوي لك مشاكل، يرمى عليك مويه، يرمى عليك احجار. الحمد لله طلع الطريق اللي فوق امه ونزل على المدينه هذه. انا بكمل هنا، اصلا باقي لي تقريبا حول الساعه كذا عن الكامبينج، راح اخيم فيه ان شاء الله. ما شاء الله هيا يا عيال. صراحة هذا النوع يعني قليل أشوفه، خصوصا في منطقتنا هناك في بافلو ونياجرا. لما كنت في فلوريدا تقريبا طول الوقت اللي زي كذا واللي لونه أسود، يعني في كل مكان تشوفه. مستانسين هذا، ولا حد يتحرك. ساتر يا ساتر، طيح شجرة نص الطريق أو شجرتين بدري، فمالي إلا إني أرفع أشيل الدراجة يعني أكمل طريقي. ممكن شيء. الآن وصلت لمدينة اسمها فيربرت، لكن شايف إنه يب تريل مقفل من هنا، فلازم أكمل من هناك. العموم جلست أمشي على رجولي مسافة مرة طويلة، ركبتي هذا اللي اليسار ألم ألم مو طبيعي. تقريبا هذا الداون تاون حق المدينة هذه فيربرت، وفي صيدلية بمر ومنزل أشوف إيش فيها. باقي تقريبا عن الكامبينج كمان حوالي 40 دقيقة 39 دقيقة. اللي أخرني بصراحة إني جالس أدفر الدراجة في يدي، يعني دفيتها لمسافة مرة طويلة جدا الحمد لله. طيب الطريق كان مقفل عشان أقدر أدخل عليه مثلا مع الداون تاون حق المدينة نفسها، فداون تاون هو فخم 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 على الكلمة، مطل على النهر، كله كافيهات. بإذن الله تعالى هذه الأماكن اللي جيت الآن في الدراجة راح أرجع لها بإذن الله تعالى بالسيارة. قال لي في تكمله قدام، يعني مع اللفه هذه اللي قدام اخذ يمين انزل على تحت ان شاء الله باذن الله انزل مستقيم. يب جابني من بين البيوت، رجعت الحمد لله هنا، فبكمل خلاص.
باقي على الكامبينج تقريبا 18 دقيقة 19 دقيقة. صار الشجر بيني وبين النهر، صار طريقي تقريبا ليا 2 مايلز نفس الطريق كذا، لكن يعني في اشوف دراجين زي هذه الظاهر انها خرمة. في كثير صراحة يروحوا يجوا، طبعا مو رحالة يعني غالبا انه اهل المنطقة. هذا المكان اللي انا راح اخيم فيه الليلة ان شاء الله، لكن ما اقدر اروح الا من قدام، فوالله مشوار في زي الجسر، اطلع الجسر دخلنا على الشارع الثاني وطلعنا. هذا الطريق اللي انا جيت منه، رحت من هنا جيت كذا راح اكمل بالاخير راح اتجه هناك، يعني مو في هذه المنطقة لا، في طريق خلف الورهاوس اللي هنا يودينا نفس الكامبينج. تعب الحمد لله، هذه نزلة ريح نفسي من زمان. طيارة ما ادري شايفينها، شوف الطيارات اللي هنا تحت. هذا الكامبينج وصلت له، حتى لو ما كان في احد خلاص بروح اشوف مكان كويس اوقف فيه الدراجة، انزل الخيمة، اضبط اموري. صحيت الصباح باذن الله بجيهم اقول لهم بيت عندكم، امس جيت متاخر فشوف ايش بيصير. مظبطين المدخل بعد، طلعت من الكامبينج لانه قالوا لي غير مسموح يعني، فقال لي كل شيء مقفل، ما في هنا الا السيارات العارفية والكرفان هم الوحيدين لانه عندهم موية عندهم دورات مياه، لكن بالنسبة لك انت ما عندك اي شيء. طيب ايش الحل؟ قال لي دقيقة اتصل على وحدة، فقالت له شوف احنا ما عندنا يعني في هذا اليوم شيء مقفل ما يقدر حتى يخيم، لكن الافضل في واحد ثاني يعني على نفس التريل اللي انا جيت معه، يقول لو تمشي قدام شوية بتحصل لك واحد وفري وفيه له موية فيه له كل شيء. فعاد اني بروح ان شاء الله اني يكون كويس. طيب يا جماعة الخير، المكان اللي هو قال لي عليه طلع حديقة، دحين يوم جاتني شبكة شيك قال لي طلعت حديقة، فأعتقد إنه ما هو كويس بالنسبة لي، ما أدري ليش يعني ما أرتاح سبحان الله فيها. غالبا يعني يتجمع في الليل وكذا، فيه تلاقي شباب تلاقي شيء، أنا ما أدري إيش اللي بيصير، لكن في مكان هنا شفته مرة كويس جنب الكامبينج، مكان حتى ما حد يقدر يعني يشوفني فيه، فخلاص بخيم فيه، معايا موية تكفيني إني أقدر أتوضأ أصلي أضبط أموري إن شاء الله بإذن الله. لا طلعت بكرة ابغى امشي من نفس الطريق اللي قالوا، ان شاء الله باذن الله لو حصل دوره مياه حصل شيء اقدر اتروش اقدر اضبط اموري واكمل. اصلا يعني في ثالث يوم ورابع يوم يعني حاط هدف انه بسجل لي لو فندق لو ليله واحده او موتيل اريح فيه واشحن الباور بانك اضبط اموري، فهانت ان شاء الله. لازم اشوف لك كمان مدينه عشان اشوف لي صيدليه، ركبتي بصراحه ما اقدر ادرج كثير. جيت بهذا المكان نصبت الخيمه قفلت الدراجه نزلت اغراضي، طبعا الحلو في الموضوع ما في احد حواليني. هذا النهر اللي هنا وهنا الكامبينج، فان شاء الله اموري طيبة. بدأت ما شاء الله تبارك الله تمطر، انا اسوي الخيمة داخل الناموس لكن معايا هذا البخاخ، يعني باذن الله تعالى بيقضى عليها، بس رش على جسمي خلاص يقضى على الحشرات يقضى على الناموس يقضى على كل شيء. للاسف الخيمة هذه طبعا ما حقتي، حقت واحد من الشباب، ما طلعت ووتر بروف، طلعت مقاوم من المويه، لكن للاسف دخلت علي المويه جوا. الحمد لله على كل حال. طيب يا جماعه الخير، شلت اغراضي الحين رايح للفندق، تقريبا وصل له بعد 20 دقيقه. لو وصلت هناك بشوف ايش راح اكمل او ايش راح اسوي في الايام الجايه، لانه اغراضي خلاص انعدمت، صرت جزء حقت النوم، المخده، سليبنج باك، المات اللي هي الطراحة، خيمة. فلو وصلت هناك بإذن الله راح أقرر وأشوف كيف الموضوع. جالس أدف في الدراجة لأنه الركبة عندي خلاص مرة تعبت، فما شغال. صلى الله عليه وسلم.
جالس ادف الدراجة وامشي لان رجولي بصراحة مرة خصوصا الركبة يعني مرة متعبتني اليسار. فان شاء الله هانك باذن الله. وهذه طلعة مرة مرة متعبة بصراحة. طيب يا جماعة الخير وصلت الموتيل، حجزت اللاين، وقفت الدراجة، دحين دخلت واشوفهم. المفترض اني واصل تقريبا قبل نص ساعة، لكن ركبتي هذه خلاص قسما بالله بدون مبالغة لا اقدر اضغط عليها حتى لو كان في المشي، فلازم اشوف حل من الان. يعني ما ادري من هنا بكرة، مدينة تبعد من هنا تقريبا ساعتين. شيء بزعلني لو اني برجع، لكن انا ودي اكمل رحلة، لكن لازم اشوف حل. ان شاء الله تتسهل بجولي. اخذت هذه الغرفة طلعت علي $73. اليوم واحد قال لي تخرج بكرة ان شاء الله الساعة 11، فبشوف ايش الحل. الصراحة انا مرة ماني مرتاح لرجولي، الركبة قسما بالله ألم. ممكن لو اقول لك نص المسافة جلست في الدراجة برجولي فوق هذه عرش، فبنزل اغراضي احاول انشفها واشحن الباور بانك، اشوف كيف الشباب ان شاء الله باذن الله اني مدري. طيب جماعة الخير، هذا رجلي بدأت تنتفخ عند الركبة، هذا الغراض الحمد لله الموية، يعني ما دخلت الشنط، كانت ووتر بروف من جد فعلا، لكن غلطتي حطيت منشفة وفيها موية. طبعا في أغراض خليتها هناك ما قدرت أشيلها، اللي هي السجادة انهدمت في الموية، غرقت، اللي هي كمان المخدة، وفي أغراض ثانية بعد خليتها ما قدرت. هذه الدراجة، هذه الأغراض، تواصلت مع الشباب إن شاء الله بإذن الله تعالى بكرة يجون. فلازم أروح إلى أقرب مستشفى أشوف موضوع الركبة عندي كيف، موضوع الانتفاخ، وإن شاء الله أن ربي كتب الخير إني بكملها. وإن ما في وقت والله العظيم ما راح تزعلون كثر ما أنا زعلان، كثر ما أنا اللي تحطمت، صدق الصدق قسم بالله متحطم فوق ما تصورون. فعشان كذا ما ودي إني أصور ولا ودي إني أتكلم بصراحة. الله كريم.